يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام، من وين ما كنتم، معكم جو جي دي 13 من هروج المصارعه بحلقه جديده من ملخص WWE رو فيرسس سماك داون. خلاص باقي اسبوع واحد فقط للرسلمانيا 37، كل الناس مهتمة الرسلمانيا 37 وما في إلا عرض واحد شغال قاعد يجيبني لهذا المهرجان بشكل جدا جدا مناسب. خلينا نبدأ بالكلام، بس قبلها دعمكم جدا جدا مهم. خلينا نقول بسم الله ونبدأ. عرض رو هذا الأسبوع قرر يعطبها صح ويجيب أم العيد صراحة، بس عرض يعني كان كيف يقول لك يلا يا عمي امشي، لكن ما علينا، حنتكلم في عرض رو. كنت ناوي اسحب عليه واقول لكم ما بتكلم عن رو، بس لازم نتكلم عن رو. خلينا نبدا بافضل مباراه من عرض رو لهذا الاسبوع. الكثير استغرب من تحديد مباراة شيمس ومات ريدل في رو، وغير كذا انها محددة اوريدي لرسلمانيا 37. هنا الفكرة جدا بسيطة بانهم يجهزوا شيمس ويعطوا الاحقية بالفوز على اساس انه يكون منافس لمات ريدل حقيقي. فمباراة كانت جدا لطيفة، عجبتني، هي ممكن افضل مباراة في عرض رو. فوز شيمس زي ما قلت يعطيه المصداقية بانه يكون منافس. ريدل استمروا في بنائه كبيبي فيس جدا صعب، وهذا الشيء الحلو الصراحة مع مات ريدل حاليا، رغم انه شخصيته الكثير ما حد فاهم ايش قاعد يصير فيها، لانه شخصيه يعني تعتبر حقت ناس ضاربه. فهو قاعد يقدم الشخصيه الضاربه بطريقه جدا مناسبه، وفي نفس الوقت قاعد يقدم الشخصيه البيبي فيس بشكل جدا قوي، وهذا البيج ابس. فريدل فصل في الاخير بعد خسارته وطلع اللي يعني البيبي فيس القوي اللي قاعدين نتكلم عنه قدام شيمس، ووضح لنا انه يعني حيكون خصم جدا صعب لشيمس في الرسلمانيا 37. الحين حنتكلم عن افضل فقره من عرض رو، ماني متاكد اذا اقدر اقول عليها افضل ولا سيئه، بس نروح مع أفضل. طبعا الفقرة اللي بتكلم عنها هي تبدأ في عرض رو وتنتهي في نهاية عرض رو. الفقرة هذه هي يعني ما ودي أقولها، بس انفصال الهيرت بيزنس. افتتح عرض رو بالهيرت بيزنس، بابي لاشلي بطل WWE مع MVP شيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر، وكلهم نزلوا على هذول الاثنين شيلتون وسيدريك، وطلعوهم بأنه هم قيمتهم جدا ضعيفة في هذا العصابة لدرجة أنه ما نحتاجهم بعد كذا. شيلتون ما عجبوا الكلام، يعني بدأ يتهجم على MVP، مما خلى بابي لاشلي يفصل ويهجم عليهم وينتفهم واحد ورا الثاني، ويمسك المايك بعده بابي لاشلي ويقول الهيرت بزنس دان. فتقريبا الهيرت بزنس انتهت، لكن ما أتمنى بس انتهت. طبعا شيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر ياخذوا هذا الغضب ويحطوه على آدم بيرس ويطلبوا مباراة قدام بابي لاشلي، وإذا شيلتون فشل فسيدريك يواجه بابي الأسبوع الجاي. الحسنة الحلوة من هذا كله إنه سيدريك طلع بشكل جدا مناسب وقوي كشخصية، حاجة ما شفناها مع الهيرت بزنس إلا قبل لا ياخذوا الألقاب. فيعني ما أعرف ليش ما هم مهتمين لسيدريك لحد الحين، يعني المفروض يعطوه المساحة اللي هو يحتاجها. قدم لنا حاجة في خلال كم دقيقة كذا وطلعت جيدة. وفي نفس الوقت درو ماكنتاير في الجهة الثانية قاعد يحاول يدور مواجهة على التحدي اللي حطه بابي لاشلي على درو ماكنتاير. فدرو كان خلف الكواليس معصب كذا بطريقة جدا جيدة، ويحاول يحفز الناس انه يلا طلعوا اللي فيكم وتحدوني وقفوني. فما حد من الروستر اللي كان موجود قدر يقبل التحدي، حتى ريكوشي كان يعني منظره في البداية ضعيف لكن طلع بشكل جدا كويس. بعدها شفنا ريكوشي مع MVP، وكأنها يعني بداية ربط كذا حاجة جديدة مع ريكوشي والهيرت بزنس اذا حيستمر او بشكل جديد. فما عندي مانع انه ريكوشي يحتاج ناس زي كذا يجهزوه انه يتكلم بشغف، لانه على المايك الرجال. فتحددت مباراة بين درو ماكنتاير وريكوشي، وكانت مباراة جيدة على تقريبا نهاية العرض. درو قدر يفوز على ريكوشي، وبعد المباراة على طول هجم عليه مصطفى علي. عارف ان مصطفى علي عنده اصابة وقال حيسوي عملية لكن موجود. طب ايش صار على ريتريبيوشن؟ بس درو قدر يفوز على مصطفى علي بعد مباراة جيدة برضو مع مصطفى علي. وبعد هذه المباراة درو يمسك المايك ويقعد يقول ترى ما في احد يا بابي، اطلع لي الحين وتفاهم معايا وانت وقفني بنفسك. بابي طلع وقدم لنا برومو جدا جيد، يعني رماه على درو ماكنتاير بشكل جدا مقنع، ودرو ما عجبه الكلام فبابي عصب وقام هجم على درو، ودرو هجم على بابي، الين ما جات المفاجأة حقت العرض، بارن كوربن. ليش جاء بارن كوربن؟ الله اعلم. بسماك داون الرجال ايش يجيب رو؟ هذه النقطه السلبيه اللي خربت كل حاجه في هذه الليله. لكن بارن كوربن سبحان الله ساعد بابي لاشلي وعينه على هذا الشيء، عينه انه يوقف درو ماكنتاير قبل راسلمانيا عشان يكون مكان درو ماكنتاير في الراسلمانيا. فكل هذا على بعضه ما عجبني الصراحه، يعني النهايه غير كذا. من بدايه العرض الين ما انتهت المباريات حق درو ماكنتاير كل شيء كان ماشي كويس. بارن كوربن
No. بالنسبة لهيرد بيزنس أتوقع أنه ما زال مستمر الفكرة، وممكن نشوف انتدابات جديدة لهذه العصابة، أو ممكن العصابة تتطور لحاجة ثانية ومختلفة، بس الأمر كله يقعد على سيدريك وشيلتون إيش حيصير فيهم. أتمنى أنهم يهتموا فيهم ويهتموا في الشخص اللي اسمه سيدريك. الحين نتكلم عن أفضل 3 نجوم من عرض رو لهذا الأسبوع. النجم الأول إكزافير وودز. إكزافير لعب مباراة مرة جيدة مع إيجي ستايلز، لكن قبلها كان في فقرة جدا حلوة وممتعة بين النيو داي وإيجي ستايلز مع أوموس. فقرة كانت كذا ترفيهية، ضحك واستهبال، لكن فيها يعني رميات من تحت لتحت زي ما تعودنا من النيو داي، فكانت فقرة جدا ممتعة ودتهم من الفقرة للمباراة، وانتهت المباراة بشكل جدا كويس وقوي للشخص اللي بتكلم عنه في المركز الثاني إيجي ستايلز. إيجي ظهر بشكل جدا قوي ومعه أوموس، وهذا الشيء يعطيهم المساحة بأنهم يدخلوا الرسلمانيا بشكل جدا قوي. فحي يوم الصراحة الاثنين بدعوا. في المركز الأول أو الثالث أو الأخير أليكسا بليس. أليكسا أعطتنا برومو جدا ممتاز ويوصل الفكرة المهمة لبناء مباراة The Fiend وراندي أورتن. طبعا راندي كان له رد على الأشياء اللي صارت الأسبوع الماضي، لكن بليس كان لها الدور الأقوى بأنه مهما تسوي يا راندي ما راح تهرب من The Fiend. فيعني ها رجعوا أنعشوا العداوة بعد ما كانت شبه ما متخبطة في آخر الأيام. والحين مع فقرة أسوأ حاجة من عرض رو. تقريبا العرض كله ما كان ذاك الشيء، لكن أسوأ حاجة كانت في العرض برومو شين مكمان وبرون سترومن لا تعليق، لأنه كان جدا سيء سيء. القصة كلها من بدايتها لآخرها تعبانة مرة. وآخر حاجة من عرض رول اللي هي إيش افتقدنا من عرض رول لهذا الأسبوع. بشكل عام بناء ألقاب النساء للفرق كأنه معصوب، والله كأنه معصوب، جمع كل حاجة كذا وأرميها من سماك داون من رو، لخبطة مو طبيعية. أتمنى أنكم توقفوا هذا الشيء، سووا بطولة وبعدين من بعد البطولة تبدأوا تخططوا مين موجود في الروستر حق التاك تيم حق النساء عشان نعرف نشوف ألقاب في فئة محترمة. خلصنا من عرض رو، خلينا ندخل في العرض الأزرق المجرم سماك داون. سماك داون هذا الأسبوع يرجع يفجر. شوف حتى الطاقة حقتي تغيرت، قبل شوي كنت قاعد أموت عشان أسجل رو. بدعوا سماك داون هذا الأسبوع، ما بكثر كلام. الأسبوع الجاي من سماك داون جدا مهم، هنخليها لآخر الحلقة، لكن خلينا نبدأ على طول مع أفضل مباراة وأفضل فقرة من عرض سماك داون لهذا الأسبوع. افتتح عرض سماك داون بالمجرم إيج. طبعا على طول من بداية البرومو أعطانا واحدة أمزح. طبعا إيج افتتح عرض سماك داون وأعطانا برومو جدا جدا قوي، واللي خليه قوي إنه خلال السنتين الماضية ما شفنا منه أي برومو قوي مرة زي هذا. فبرومو كان جدا حلو بإنه يذكرنا مين هو، وهو هول فيمر أسطورة، وآخر شيء وأهم شيء ريتد آر سوبر ستار، حاجة من الأشياء اللي يبغوها الجمهور وميتين ومتمسكين فيها. فشيء جدا ممتاز إنك تبدأ العرض بحاجة جدا قوية زي كذا. فبرومو كان في مكانه، عجبني جدا، مما يودينا لأشياء صارت خلف الكواليس. وطبعا كل هذه الأشياء جاية لبناء المباراة الأهم في نهاية العرض اللي هي كان ستريت فايت بين داني براين وجاي أوسو. بس قبل ما نروح المباراة لازم نراجع الأشياء اللي صارت لإيج خلف الكواليس. إيج واجه آدم بيرس خلف الكواليس وقال له ترى اللي سويته أنت أخرب شيء وأتعس شيء في وجه الأرض ولا تعيدها. وفي نفس الوقت بول هيمن كان له دور مع إيج بأنه يحاول يبين أنه ها داني براين لعبها عليك، ويبغى يعني زي ما تقوله يحول مسار إيج من تركيزه على رومان لتركيزه على داني براين. فهذا يعني يعتبر لبول هيمن مساعد لرومان رينز، لكن إيج ما اشتراها. فحتى الآن البناء جدا جدا ممتاز للمباراة. فلما نروح للمباراة مين يجي على طاولة التعليق؟ إيج. المباراة بين جاي أوسو وبراين ستريت فايت حتكون مولعة. بالفعل المباراة كانت جدا جدا ممتعة إلين ما جاء رومان رينز قاطعهم في نص المباراة وجلس وتك الترايبل تشيف، وكان يعني محطة تشتيت لداني براين، بس ما نجحت لأنه براين قدر يفوز على جاي أوسو بعد ما أخذ جاي أوسو. وبعد المباراة جات الفصلة الثانية في بناء رسلمانيا بعد ما شفنا فصلة إيج الأسبوع الماضي. هذه المرة فصل داني براين. براين هجم على إيج ونتفو وكمل تنتيف فيه، وبعدين أخذ التنتيف هذا للترايبل تشيف هيد أوف ذا تيبل رومان رينز. طبعا في الأخير آخر حاجة صارت في هذا العرض إنه داني براين أخذ رومان رينز باليس لوك وحطوا كذا فيها وأنهوا فيها العرض. طبعا مين تصدر هذه الليلة وكان نجمها هو داني براين وإيج، بس التصدر هو الأهم بإنك تقفل هذا العرض قبل العرض الأخير اللي هو الأسبوع القادم اللي يعتبر الجو هوم لأكبر مهرجان رسلمانيا 37. الشغل جدا جدا ممتاز ومحترم، يخليني ما أبغى أتكلم عن رو يا جماعة. الحين أفضل 3 نجوم من عرض سماك داون لهذا الأسبوع. النجم الأول
ها سيزارو. سيزارو قدم لنا برومو جدا كويس، لكن أنا أشوف أنه لسه يحتاج الاستمرارية بأنه يطلع ويتكلم أكثر وأكثر عشان يولد الطاقة اللي يحتاجها كشخصية. في نفس الوقت سيث كان يعني له دور حلو بأنه يساعد سيزارو يطلع بشكل جدا أفضل وأحسن، فبرومو كان جدا لطيف يجهز سيزارو أنه يدخل الرسلمانيا بشكل جدا قوي ويحمسنا أكثر وأكثر لليلة الأولى. فالمركز الثاني سامي زين. سامي زين اللحس مخه بمعنى الكلمة. شفنا لوغان بول جاء وما قصر، يعني كان له دور حلو، ما أخذ الأضواء من سامي، بالعكس كان دوره مساعد لسامي، وهذا الشيء اللي عجبني. سامي استمر أنه يقدم الفكرة والفيلم والإعلان اللي مسويه، لكن لوغان بول طبعا ما عجبه الكلام بسبب أنه كيفن أوينز وصل للوغان بول أول قبل سامي زين. فلوغان حاول أنه يعني يطلع سامي زين بأنه ترى سامي انتبه أنت الغلط، لكن سامي ما عجبه الكلام وبدأ يفلسع، ولا جاء له كيفن أوينز وأعطاه ستانر وأنه فيها السيجمنت اللي يعني يعتبر جدا جيد لسامي زين وكيفن أوينز وبنائهم للرسلمانيا اللي أتوقع حيكون فيها لوغان بول كمان. حتى الآن كويس لوغان بول كويس، هذا اللي نبغاه، لا يأخذ الأضواء يضيف للأضواء. في المركز الثالث والأخير في ألفا أكاديمي. ألفا أكاديمي تشاد جيبل وأوتس يعني قاعدين يقدموا حاجة لطيفة وقاعدين يبنوهم أسبوع ورا الثاني. قدروا يفوزوا في مباراة التاك تيم في افتتاح العرض اللي تعتبر يعني رباعية 4-4. فوز ألفا أكاديمي مرة مهم مرة لأنه الأسبوع القادم في مباراة ضخمة على ألقاب التاك تيم في أرض سماك داون، ممكن ليش لا، أشوف مناسب. أوتس نحفان، تشاد قاعد ياخذ فرصة، حان الوقت إنه نعطيهم الألقاب عشان نشوف وين يروحوا. أسوأ حاجة من أرض سماك داون لهذا أسبوع يعني حتستغربوا إني حقوله، لكن في حاجة سيئة. الشيء السيء هو تحدي كوربن، شخصيا أنا مو عاجبني. زي ما قلت في رو وإحنا نراجع قبل شوية، كوربن في سماك داون ما يحتاج يروح رو لأنه رو ملغم بمواهب، استغل المواهب، لا تستغل أحد من برا الروستر حقك. فعن نفسي ما هي جايزت لي أبدا ومو عاجبني اللخبطة دي، إلا لو هذه تلميحة بأنه الدرافت قرب ينتهي. وآخر حاجة في حلقتنا اليوم، إيش افتقدنا من عرض سماك داون لهذا الأسبوع؟ أبولو كروز طلع لنا يعني برومو برضو جدا ممتاز، عجبني البرومو، يعني صار يتحدى بيج إي في حاجة يعني تعتبر جديدة، تحدى بيج إي في مباراة من نوع نيجيريان درم، ماني عارف إيش الفكرة وماني عارف إيش الهدف منها، لكن هي بدون قوانين، يعني مباراة نو دي كيو، المسمى مجرد عنوان فقط، لكن تمنيت إنه يكون فيه توضيح أكثر وأهم لهذه المباراة، خصوصا إنه يعني إحنا على بعد أسبوع واحد من المانيا. مهم جدا إنهم يكملوا بنائها على السوشيال ميديا ولا الأسبوع الجاي إذا في وقت. خلصنا من مراجعة عرض رو وسماك داون، وجاء الوقت اللي أعطيكم فيه إيش المختصر والمفيد. عرض رو هذا الأسبوع يحزن يحزن يحزن، يعني الناس اللي شافته لايف أنا حزين مرة عليكم، والناس اللي شافته إعادة كامل برضو حزين عليكم، وأنا واحد منكم للأسف، بس يعني محتاج أسويه. بس يعني ممل يا جماعة بشكل مو طبيعي، لدرجة أنه ما في حاجة مهمة في العرض كامل غير درو بابي لاشلي، حتى راندي وذا فيند ما صار عليها التركيز، وهي مفروض تكون مهمة كمان، مرة مهمة. عريان بمعنى كلمة، هذا اللي أقدر أقول عليه، عرض عريان مفسخ، ما في كله باين. فلو بقيم عرض رو لهذا الأسبوع، للأسف 5.5/10. بالنسبة لعرض سماك داون ما حكثر كلام لأنه كان جدا ممتاز، باستثناء الفقرات الكثيرة اللي صارت للنساء في خلال ساعتين من العرض، إلا أنه العرض طلع جدا محبوك وحلو. فقرات النساء شبه ما جات كأنها فاصل كذا في العرض كامل، لكن البناء كله على إيج وجاي أوسو داني براين ورومن رينز ظهوره القليل، لكن الأهم كان تكوين إيج وبراين، غير انهم يعني حمسونا وسووا لنا بناء بسيط للاسبوع القادم من ناحية اندري ذا جاينت باتل رويال وبرضو مباراة التاك تيم. في نفس الوقت يعني الرسالة المهمة اللي حنسمعها من رومان رينز الاسبوع القادم، ففي شغل جدا محترم في سماك داون، ويعني صراحة اللي ما قاعد يتابع سماك داون في 2021 ايش قاعد تتابع؟ فعرض كان جدا جدا ممتع، وما بقي شيء على سماك داون الجاي ولا على الرسلمانيا، اسبوع جدا ثقيل قدامنا. فلو بقيم سماك داون لهذا الاسبوع ابعد 9/10. خلصنا حلقتنا اليوم، ان شاء الله ما اكون قصرت معاكم، وحشني صراحة ملخص حرب ليلة الاربعاء، لكن اغلبكم طلب بانه نسويها زي هذه، يعني نستمر عليها بس ما نحاول نخليها تحدي اكثر منها مراجعة للعرضين. فحنسويها، حنستمر فيها، حتكون زي دائما كل جمعة بنفس الاسلوب بنفس الطريقة، لكن حنغير طريقة المراجعة نفسها. فان شاء الله يعني ما اقصر معاكم فيها، وباذن الله يعني ترقبوا بعد الاسبوع حق المانيا، عندنا حاجة حلوة واللي هي حنرجع لكم قصة عداوة، وحتكون
بتكون عن رومان رينز وكيفن أوينز. وبإذن الله يعني إن شاء الله تعجبكم بالطريقة اللي شفتوها في آخر فترة في حلقات لو بيدي. وبالنسبة لحلقات لو بيدي جاية في المستقبل، لا تشيلوا هم، ما في شيء حيتوقف. فشكرا لكم وشكرا على دعمكم، يعطيكم ألف عافية، وشكرا لكلامكم الجميل اللي سبتوه في سلسلة حرب ليلة الأربعاء، يعني للكثير ويعني لبع صيون اللي ممكن نشوفه قريب، ممكن ممكن. ألقاكم إن شاء الله على خير، أسبوع قرب، أسبوع المانيا، ورانا حلقات مرة كثيرة، فجهزوا نفسكم. فشكرا لكم، ولا تنسوا الأشياء اللي تحت هنا، الدعم، سبسكرايب والأشياء ذي. ويلكم، شكرا لكم، كذا أقول لكم إلى اللقاء.